بكم في قناتكم عالم الخبز. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تقبلوا مني أحر التهاني. ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا إن شاء الله، ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء ونوليو حياتنا العادية. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي هي بان بريوشي او غازان، خبز بريوشي بزبيب. هاد لو بان يعني يصلح واحد ياخذو في السحور مع القهوه حليب، كوم يصلح يعني واحد ياخذو مع لاتاي. لوصفتنا نحتاجو كاس ونص حليب دافي، كاس غير ربع سكر، نص كاس زيت، مغرفه صغيره لافاني، مغرفه كبيره خميره الخبز، 2 بياض بيض، ولا فارين باش نطمو العجينه. وللتزيين نحتاجو 70 غرام زبدة ولا مارغارين واش عندك في الدار، زبيب، و 2 صفار بيض. نبداو على بركة الله، نحطو الحليب. بسم الله. كاس ونص حليب، نزيدو مغرفة تاع الخميرة، نزيدو كاس غرفة تاع السكر، نخلطو حتى يدوب هداك السكر، نزيدو البيض تاع البيض، نص كاس تاع الزيت، هكا. من بعد نزيدو لافاني، نحركو مليح باش ينسجمو كامل المكونات وتدخل كامل هاديك الزيت. من بعد نحطو شويه فارينه، كي نحطو الفارينه نزيدو رشه صغيره تاع الملح، كملو نخلطو بيدنا حتى تنسجم كامل الفارينة. بعد ما طميت العجينه هاوليك القوام تاعها كيفاش يجي، نحطوها نديرو لها سيلوفان عليها طشونه هاكا، ونخلوها في مكان دافئ باش تخمر لنا، ومن بعد انا نوليو. بعد ما خمرت لنا لاباط شوفوا كيفاش خمرت، هايديك ديغازيوها. بسم الله. نحطو لاباط،
بعد نقسموها. ديبور نجيبو شويه فرينه نرشفو نحلوها نزيدو نحلوها ان كاري حليتها هكا كاري نشدو الزبده تاعنا دايبه ولا مارغارين تكون دافيه نجبدوها من قبل الفريجيدار نيطاريوها كامل نرشو عليها زبيب هكذا ونروليوها نزيرو ليكوت نسكنوها هنا نزيرو ليكوتي نزيرو بلوتو لجينا هادي مع الاخر نسقمو لي كوتي نبلاطيوها من بعد نشدو جريورة نقسمو الكوتي هذا ونحبسو هنايا نخلو هادية مغلوقة نحلو هكا شويه خرجوا كامل هذوك الطبقات كما وليناها هنا دروك نشدو هذا الكوتي هكا ونبرمو هكذا نغلقوا هذا هذه الجهه اللي كانت محلوله من قبل هكا وندورو نجيبو الكوتي هذا ندوروه فوالا هكذا نشدو هذه نحبطوها من تحت نزيرو باش ما تتفتح لناش كي طيب
نبلاطيوها شويه هكا باش ندخلو لها ماما داك الزبيب ما يخرج لناش. هايدي كيف شتي. بعد ما كملت سقمتهم كيما راكم تشوفوا، نشد هذاك الجون دوف، ندير له شويه حليب، نخلطو ونجوز لهم كامل. اونطروطون راني دايره اونطروطون اللي دايره الشربات، درت لها ربع كاس ما سكر وربع كاس ما، باش من بعد كي يخرجوا من الفوق نديروا لهم الفوق الشربات، واللي عنده واللي عندها العسل دير العسل. بعد ما جوزنا لهم كامل بالباسو ندخلوهم للفرن على درجه 220. بعد ما خرجنا لي بان غيزان تاعنا من الفوق نديرو لهم الفوق هكا بالبانسو لو سيغو تاعنا اللي كنا حضرناه، واللي ما عندها اللي ما تقدرش دير سيغو تقدر دير العسل. فوالا هاديك لو بان غيزان تاعنا واجد. اذا عجبكم ما عليكم غير تجربوه. شهية طيبه والسلام عليكم.